طيب نراجع ثم بعد هذا نتفاهم. نعم الشيخ، ماذا أخذنا بعد المغرب؟ محبة ثلاثة أقسام: محبة مع الله شرك أكبر، محبة في الله أو لله من أوثق على الإيمان واجبة، ومحبة طبيعية جائزة. نعم، الخوف من الله، كيف نخاف؟ الله يفتح عليك. ذكر المحبة ثم الخوف، لأن السائر إلى الله لا بد أن يجمع في سير الله بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب على جانب فيسقط. تمام. وغيره؟ ارفع صوتك. الصبر مثل اسم مر مذاقته، يصبر على طاعة الله حتى تؤدى، عن معصية الله وعلى أقدار الله. ها الشيخ، ارفع صوتك انت ما غيرك. الرياء، حكم الرياء شرك اصغر وقد يصل الاكبر، من اخلاق من؟ اهل النفاق. علاج الرياء: زيارة القبور، الزيارة الشرعية، والدعاء، وتعظيم الله سبحانه وتعالى بدراسة التوحيد، صحيح، واخفاء الاعمال، وعدم ترك العمل خوفا من الرياء. تمام. نعم. الصبر على طاعة الله حتى تؤدى، عن معصية الله حتى تجتنب، والصبر على أقدار الله. التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. وقلنا أقسام التوكل ثلاثة: اعتماد مطلق وتفيض جميع أمور إليه، واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار صرف لغير الله شرك أكبر. والثاني اعتماد على حي معنى وافتقار شرك أصغر. والثالث وكالة، ولا يمكن أن تقول توكلت أو توكلت على الله ثم على فلان، ما يمكن. عمل قلبي بأصرف إليه، تقول وكلت فوضت، يعني أنا أعلى منه مرتبة. وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العامة والخاصة. تكفير من؟ أما قلنا إما أن يكفر الكل أو لا يكفر أحد. لا، نكفر من حكم لنا بكفره، سواء كان في الكتاب أو السنة أو الأئمة أو السلف، إذا حكموا على إنسان بالكفر نكفر. توقفوا، نتوقف. نشك في كفر إبليس، فرعون، أبو جهل، أبو لهب، ما يمكن نشك في كفر هؤلاء، صح؟ أي نعم. طيب نعم. غيره؟ الشكر. قلنا أعلى عند المصيبة، عندنا انقسم الناس عند المصيبة لأربعة أقسام: متسخط إما بالقلب أو باللسان أو الجوارح، أو صابر، والصبر واجب إجماع الأمة، أو راضي مستحب، أو شكر. هذا أعلى المراتب، يكون عند المصيبة شاكر، كما ذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الرضا بالقضاء والقدر، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. أن يريد الإنسان بعمل الدنيا، كيف نعرف إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط؟ من يوم يخرج من السعودية سب السعودية وحكام السعودية والمحكومين وأهل الخليج كله. لا، كل قوم يا أخي فيهم كذا، صح؟ أي نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم، صح؟ أي نعم. غيره؟ وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، وعدم التكفير بالجملة. وماذا؟ معرفة الأسماء والصفات، ودعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وإثبات كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. نعم. أقسام الناس في إيش؟ يقول انقسم الناس في عمل الدنيا وعمل الآخرة إلى أقسام: يريد الدنيا بعمل الدنيا، جائز، يشتغل حداد، نجار، مدرس، لماذا؟ قال حتى يتزوج، ما في إشكال، يريد الدنيا بعمل الدنيا، تمام. أو يريد ابن بيت مثلا. الثاني يريد الدنيا بعمل الآخرة، يريد الدنيا بعمل الآخرة، هذا شرك. لماذا؟ قال يصلي حتى يأخذ راتب، وقف عنه قال والله ما أصلي. وقلنا أيام الاختبارات يصلي ويتصدق وكذا، وإذا خرجت النتيجة يعني. الثالث أن يريد الآخرة بعمل الآخرة، هذا أعلى المراتب.
أن يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة يصح، بشرط أن يكون غالب هم الآخرة للدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما في إشكال، تمام. أن يريد إيش بقي؟ الآخرة بعمل الدنيا، صحيح. يعني مثلا يعمل الآن حتى ينفق على أيتام، ما شاء الله أعلى المراتب، صحيح، تمام، من أعلى المراتب. غيره، فماذا بقي؟ كيف لنا نصف ساعة نتكلم يا رجل، كيف خلصنا؟ نعم، أي باب بقي؟ نعم، طيب نتوقف إلى هذا، وإن شاء الله بعد صلاة العشاء نكمل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على النبي محمد وعلى صحبه وسلم. توزع عليهم كتاب، يوزع عليكم الشيخ إن شاء الله كتاب الدروس المهمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر كل من ساهم في هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.